السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا اليوم لتوحيد لون البشرة للناس اللي بتعاني من ان في اماكن فاتحة واماكن تانية فيها اسمرار، كمان الناس اللي عندها اسمرار شديد في منطقة الرقبة. ان شاء الله وصفتنا اليوم تعتبر مبيض طبيعي، سبحان الله، حلوة جدا جدا. لو داومتي عليها ان شاء الله تشوفي نتيجة مبهرة. وكمان هنعمل مقشر لمنطقة ما بين الفخذين لتفتحها كتير جدا، وخاصة الناس اللي عندها سمنة بتعاني ان المنطقة ما بين الفخذين فيها اسمرار جامد. ان شاء الله لو تابعتيني للنهاية هتشوفي الوصفتين وان شاء الله تستفادي. ولو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت ما تنسيش تعملي لايك واشتراك بالقناة. في البداية احنا هنعمل وصفة خاصة بالتبييض وتفتيح البشرة وكمان منطقة الرقبة. كل اللي هنحتاجه شوفان، ده شكل الشوفان الموجود معايا، اي شوفان تقدري تستعمليه ولكن ما يكونش الخشن. انا هوريكم شكل الشوفان الموجود معايا، ده كويكر، ده شكل الشوفان. تمام، في شوفان بيكون خشن عن كده كتير فمش هينفع معانا، ده اعتقد ان هو مناسب. انا هحتاج معلقتين من الشوفان بالشكل ده، وبعد كده هجيب شوية لبن، بس ما يكونش لبن ساقع، يفضل ان هو لبن يكون دافي، يكون اللبن اللي معانا دافي او في درجة حرارة الغرفة، بمقدار معلقتين، يعني حاجة بسيطة بس ما تغرقيش الشوفان، يعني ما يكونش عايم في اللبن. انا احط كمية كده واشوف اذا محتاج هزود. خلاص اعتقد ان الكمية دي مناسبة. طبعا انتي بتزودي، احتاجتي زيادة اعملي كمية كمان عشان ما يفوتش منك، فحرام يعني. خلاص انا بستنى حوالي دقيقتين على ما الشوفان يشرب اللبن، وبعد كده هقول لكم نعمل ايه. خلاص كده اعتقد ان الشوفان شرب كل اللبن. المكون اللي بعد كده اختياري، لو عندك استعمليه، ما عندكيش خلاص ما فيش اي مشكلة، هو القرفة. القرفة سبحان الله بتعالج حب الشباب، وكمان الجراثيم والحاجات دي كلها بتتخلص منها. لو في بكتيريا جراثيم في البشرة بتحاربها، فهي ما شاء الله حلوة جدا جدا للبشرة. انا هحط ربع معلقة عندك. تمام، ما فيش، خلاص ما فيش مشكلة بالشكل ده يا بنات. هعجنها، بعد كده باخد الخليط اللي معايا ده وبوزعه على بشرتي ومنطقة الرقبة لمدة نص ساعة لساعة لحد ما ينشف والبشرة تمتص كل الفايدة بتاعت الماسك بتاعنا. بعد كده خلاص انتي وليكن دي البشرة، خلاص انا بوزع عليها بالشكل ده، بستنى المدة اللي قلت عليها، وبعد كده بتفركي الخليط اللي موجود معاكي بشكل دائري حتى الشوفان لما ينشف على بشرتك. بعد كده هتحس ان هو لو في اي شعر وبري هو مسك فيه، فبالتالي انت لما تيجي تفركي الخليط بتاعك اي شعر موجود اللي هو الخفيف ده هيتشال، فانت في نفس الوقت بتعملي مقشر، بتقشري بشرتك، بتشيلي الجلد الميت، في اي شعر وبري هيتشال معاكي. عملتي تفتيح للبشرة. الوصفة دي دوم عليها 3 لـ4 مرات في الاسبوع، والله يا بنات هتشوفي فعلا نتيجة مبهرة. خلاص احنا خلصنا الوصفة الخاصة بالبشرة ومنطقة الرقبة، يلا بينا نعمل المقشر والمبيض لمنطقة ما بين الفخذين. كمان الوصفة دي يا بنات بتعتمد على الشوفان. انا هاخد معلقتين من الشوفان، طبعا لو حابة تزودي الكمية مفيش اي مشكلة، انا بس ايه بعمل لك زي عينة او يعني تشوفي بس الطريقة. هاخد معلقتين من الشوفان عليهم معلقتين من العسل على حسب برضو الكمية، يعني لو انت عاملة كمية اكبر زودي بس مش كتير برضو. تمام، حوالي معلقتين من العسل ومعلقة من زيت الزيتون، وبتمزجي الخليط ده كويس جدا معاكي لحد ما يكون شبه العجينة بالشكل ده. ده طبعا مقشر طبيعي. خلاص بعد كده انتي بتاخدي الخليط اللي معاكي وليكن دي منطقة ما بين الفخذين، بتوزعي عليها الخليط
وتسيبيه شويه لحد ما الجلد يشرب اي السوائل الموجوده في الخليط الموجود معاكي. تستني حوالي نص ساعه لساعه الا تلت، بعد كده بتفركي الخليط ده في شكل دائري. ما شاء الله زيت الزيتون اصلا يعتبر مرطب، كمان العسل بيفتح وبيرطب. الشوفان هيديكي التقشير اللي احنا عاوزينه، يعني هو اللي هيعمل دور المقشر او هيقوم بدور المقشر. فافركي الخليط ده بشكل دائري على البشرة، بالشكل ده على البشرة. هتحسي بنعومة حلوة جدا من اول استعمال، حتى هتحسي انها في درجة بسيطة في التفتيح، لكن مع المداومة والله هتشوفي نتيجة حلوة جدا جدا. يا رب اكون قدرت افيدكم، مع السلامة.